النهاردة جايب لك موقع هيساعدك في زيادة المشاهدات وزيادة الاقتراحات وزيادة مرات ظهورك، وطبعا بما ان في الثلاث حاجات دول فبالتالي هتلاقي في زيادة في الارباح لو انت قناتك مفعل عليها الربح. طب انت لو قناتك مش مفعل عليها الربح، هيساعدك في زيادة المشاهدات وزيادة الاقتراحات، وهيساعدك ان انت توصل لجمهور اكتر، وهتوصل للجمهور المستهدف، الجمهور اللي هو بيستهدف قناتك، او بمعنى اصح الجمهور المهتم بمحتوى قناتك. وساعتها لو قناتك انت مش مفعل عليها الربح، هتقدر انك تجيب زيادة في المشتركين، وهتقدر انك تجيب زيادة في الساعات. من خلال الموقع اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة ده هتعرف حاجات كتيرة جدا، وعايزك ان انت تركز معايا عشان تقدر ان انت تستفاد من الموقع ده باكبر استفادة ممكنة، وتعرف ان انت تستغله في القناة بتاعتك. في كتير جدا من منشئين المحتوى لما بيجوا بيرفعوا فيديوهاتهم على قناة اليوتيوب، خصوصا لو منشئ المحتوى ده لسه مبتدئ على اليوتيوب او لسه مبتدئ بمعنى اصح على قناته، بيعاني معاناة شديدة جدا في ان هو يلاقي عنوان مناسب للفيديو بتاعه. ما بيعرفش بمعنى اصح يعمل عنوان الفيديو بتاعه، ما بيعرفش يعمل للفيديو بتاعه وصف، ما بيعرفش ايه الهاشتاجات اللي هو المفروض ان هو يستخدمها في المحتوى بتاع القناه بتاعته، ما بيعرفش يجيب لقناته كلمات مفتاحيه. وخلينا اقول لك ان كل الحاجات اللي انا اتكلمت عليها دلوقتي دي، الحاجات دي بتساعدك بشكل كبير جدا في زياده المشاهدات وزياده المشتركين وزياده الاقتراحات. فلازم ان انت تعمل كل الكلام ده، تعمل عنوان قوي، تعمل كلمات مفتاحيه قويه، تحط هاشتاجات التابعه للمحتوى بتاعك، وكمان تحط وصف احترافي للفيديو بتاعك. النهارده الموقع اللي هنتكلم عليه ده انا هعرفك تجيب منه كل الكلام ده ازاي بضغطة زرار واحدة. تعال بقى كده معايا عشان نفهم الموضوع ماشي ازاي، نعرف الدنيا فيها ايه. هتدخل على محرك بحث جوجل بشكل طبيعي خالص، بعد كده هتيجي هنا كده في البحث هتكتب جي ميني وهتعمل بحث. هتطلع لك هنا اول نتيجة بحث هتضغط عليها بالشكل ده. طبعا ممكن الموقع يطلب منك تسجيل بالبريد الالكتروني، انا عشان مسجل عليه من قبل كده لان الموقع ده بيساعدني كتير جدا، انت ممكن يطلب منك تسجيل بالبريد الالكتروني، بتوافق على شروطه والاحكام وشكرا حكالة كده، مش بيطلب منك اي حاجة تانية. هو ده شكل الموقع بكل بساطة. مرحبا هشام، كيف يمكننا مساعدتك اليوم؟ انا مثلا دلوقتي عايز اعمل فيديو عن زيادة المشاهدات، هنيجي هنكتب هنا كده في المربع بتاع البحث مثلا، انا هنتكلم مثلا عن المحتوى بتاعي، هقول له كده عاوز وصف بحثي ومقترح لفيديو يتحدث عن زيادة المشاهدات. بعد ما تكتب اللي انت عايزه بتيجي هنا بتدوس انتر او بتعمل بحث لو انت بتستخدم الموقع ده من الموبايل. جه هنا بقى طلع لك كل حاجة انت عاوزها. بص هنا بقى بيقول لك ايه، تحليل العوامل المؤثرة على زيادة المشاهدات، مقارنة استراتيجيات زيادة المشاهدات، دراسة الحالة وتحليل النجاح للقناة. انت بتاخد بقى كل الوصف ده كده عندك، او بتشوف بمعنى اصح ايه الحاجات اللي انت عاوز ان انت تاخدها، او ايه الحاجات اللي هي المفروض ان انت تحطها في الوصف بتاعك، او بمعنى اصح تستخدمها في الوصف بتاعك، وبتاخدها بتاخدها كده زي ما هي كوبي وبتحطها في الوصف بتاعك في القناة بيست، يعني بتاخدها نسخ ولصق مفيش اي مشكلة اطلاقا. وهنا كمان بيديك شوية نصايح، يعني هو مش بيكتفي ان هو يديك كمان وصف وبس، لا هو بيديك كمان النصايح اللي انت المفروض ان انت تمشي عليها. استخدم لغة مبسطة وتجنب المصطلحات التقنية المعقدة، قدم محتوى قيم، استخدم لغة جذابة، استخدم عناصر بصرية، كن اصليا وقدم وجهة نظرك الخاصة ولا تقتصر على تكرار المعلومات الموجودة، تفاعل مع الجمهور. يعني الفيديو اللي انا اصلا عايز ان انا اعمله عن زيادة المشاهدات، انا ممكن ان انا اخد افكار من الوصف اللي هو طلعه لي وابدا ان انا اعملها كمان او اضيفها على الفيديو بتاعي. فما فيش حرفيا اجمل من كده ولا في احلى من كده، بيوفر لك كل حاجة، ولسه هنعرف كمان حاجات مع بعضينا. وبالاضافة كمان لكل ده بيجيب لك مواضيع مقترحة للفيديو، افضل 5 ادوات مجانية لتحسين محركات البحث، كيف تصنع فيديوهات قصيرة، اسرار كتابة العناوين، كيف تبني مجتمعا حول قناتك لليوتيوب، كيف تتعاون مع المؤثرين لزيادة وصولك. حرفيا بيديك كل حاجة. انت دلوقتي ما فيش عندك اللي يمنعك ان انت ما تحطش وصف لفيديوهاتك، لان انا حرفيا بشوف قنوات، القنوات دي قسما بالله ما بتحط كلمة في الوصف، تيجي بعد كده تقول انا عندي مشاهدات قليلة، تيجي بعد كده تقول انا عندي الاقتراحات قليلة. ما هي لازم ان انت تكون عندك اقتراحاتك قليلة ومشاهداتك قليلة، لان انت مش مهتم بوصف الفيديو. اليوتيوب هيقترحك على اساس ايه، او بمعنى اصح هيوصلك للجمهور ازاي؟ اليوتيوب اصلا عشان يحدد محتوى الفيديو ويبدا يحطك في مكانك الصح، لازم ان هو هيشوف الوصف اللي انت حاطه عشان يبدا يقترحك على الجمهور المهتم بمحتواك. عرفت ليه انا بقول لك هيساعدك الموقع ده في زياده المشاهدات وزياده المشتركين وزياده الاقتراحات كمان؟ خلصنا كده من الوصف، هتاخد منه كل اللي انت عايزه او الحاجات اللي انت حابب ان انت تحطها في الوصف بتاعك. طيب دلوقتي انا عايز اجيب عنوان للفيديو، انا مثلا ما عنديش عنوان معين انا حابب ان انا اكتبه للفيديو ده، او محتار في بعض العناوين اللي انا اكتبها في الفيديو ده، ما تنعش هم، هتيجي هنا برضو في الخانه بتاعه البحث تكتب له اريد بعض العناوين المقترحه لهذا الفيديو،
وتيجي تعمل بحث. بص بقى الجمال في الموضوع هنا ايه، انت قلت له انا عايز بعض العناوين للفيديو، هو ما طلعلكش بعض العناوين. بص هنا عمل لك ايه بقى، عناوين مباشره وموجزه، كيف تضاعف مشاهداتك على يوتيوب في اسبوع واحد، السر الخفي لزياده المشاهدات، خطوات بسيطه لجعل فيديوهاتك تنتشر كالنار في الهشيم، عناوين مثيره للاهتمام، العناوين المثيره اللي انا قلت لك عليها قبل كده اللي انت المفروض تحطها عشان تجذب بيها فضول الجمهور او تشد بيها فضول الجمهور ان هم يدخلوا على الفيديو بتاعك من خلال الصوره المصغره ومن خلال العنوان، لان انت لو حطيت حرفيا عنوان واضح وعنوان صريح محدش هيدخل لك على الفيديو. مش معنى كده ان انا بقول لك ان انت تبقى مضلل، لا انا مش بقول لك تبقى مضلل اطلاقا، بس انت لازم تحط عناوين مثيرة للاهتمام عشان الجمهور يبدأ ان هو يدخل على الفيديو بتاعك. طلع لك كل العناوين المثيرة للاهتمام، عناوين تركز على الفايدة، كل العناوين اللي بتركز على الفايدة، عناوين تتضمن ارقام. اكتفى بالموضوع ده؟ لا ما اكتفاش بالموضوع ده. نصائح لاختيار العنوان المناسب، يعني هو بعد ما طلع لك كل العناوين اللي هو اقترحها لك هنا بيديك بعض النصائح بقى كده عشان يقول لك انت تختار العنوان بناء على اي اساس. فانت لو عايز عنوان واضح وعنوان مباشر هتلاقي، عايز عنوان مثير للفضول هتلاقي، عايز عنوان مثير للاهتمام هتلاقي، عايز عناوين بتتضمن ارقام هتلاقي، وكمان هتلاقي النصايح اللي انت تقدر ان انت تاخدها عشان تحط بيها العنوان المناسب للفيديو بتاعك. طيب انا هنا دلوقتي جيت قلت له اريد بعض العناوين المقترحه لهذا الفيديو، عناوين مقترحه، عناوين بتساعد على الاقتراح. طيب انا دلوقتي لو عايز مثلا عنوان اتصدر بيه نتائج البحث، عايز عنوان بحثي، هعمل ايه؟ اجي هنا كده في البحث هنكتب له اريد بعض العناوين البحثية لهذا الفيديو، واعمل بحث. عناوين عامة وشاملة، عناوين محددة ومركزة، عناوين مثيرة للاهتمام، عناوين تتضمن أرقام. طلع لك برضو كل العناوين اللي هي ممكن ان هي تساعدك في تصدر نتائج البحث، او ان العنوان بتاع الفيديو بتاعك ده يبقى ضمن العناوين البحثية. ان انا مثلا لما اجي ادخل على اليوتيوب ابحث عن حاجة معينة يكون فيها موضوع الفيديو اللي انت بتتكلم فيه، هيبدأ اليوتيوب يظهر لي الفيديو بتاعك في نتائج البحث، وهيبدأ ان المشاهد يدخل على القناة بتاعتك وتحقق من خلاله المشاهدات، وتبدأ ان انت بعد كده من خلال الفيديو ده تبدأ ان انت تصدر بيه نتائج البحث. وخلي بالك انا عايز اقولك على حاجة، انت ممكن ان انت تحط عنوان مقترح، يعني تحط للفيديو العنوان الفيديو الرئيسي تحط له عنوان مقترح، وفي نفس الوقت ممكن ان انت تعمل العنوان ده بحثي، واتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، او بمعنى اصح تجمع ما بين العنوان البحثي والعنوان المقترح، واتكلمت عن الموضوع ده قبل كده اللي هو تأثير العنوان في زيادة المشاهدات. واسيب لك الفيديو ده دلوقتي في حرف الاي اللي هيظهر عندك فوق، تقدر ان انت تروح تتفرج عليه وترجع للموضوع اللي انا اتكلمت فيه عشان تعرف ايه الفرق بين العناوين البحثية والعناوين المقترحة. بس طبعا بعد ما تخلص الفيديو ده صاحبي ما تسيبش الفيديو وتخرج، خلص الفيديو ده بعد كده بروح اتفرج على الفيديو التاني. طيب انت دلوقتي استخدمت عنوان مثلا معين للفيديو بتاعك خلاص وانت هتكتفي على كده؟ لا، انت ممكن تحط في الوصف بعض العناوين المقترحة الاضافية وبعض العناوين البحثية الاضافية، يعني ممكن تزود اصلا في الوصف بتاعك، ممكن تحط عناوين، العناوين دي هتساعدك في الاقتراح اكتر، وهتساعدك برضو في تصدر نتائج البحث بشكل اكبر. يعني الوصف ممكن ان انا احط فيه عناوين، ممكن ان انت تحط فيه عناوين، تكتب كده مثلا عناوين مقترحة للفيديو، او مثلا عناوين تساعد الفيديو في تصدر نتائج البحث، تبدا ان انت تحط عناوينك دي، ساعتها اللي هيبحث عنك هتظهر برضو انت في محركات البحث، وساعتها لما يلاقي برضو اليوتيوب ان في عناوين مقترحه وعناوين بتساعد على الاقتراح، هيبدا ان هو يقترحك على الناس بشكل اكبر، وتبدا ان انت تظهر لهم في الصفحه الرئيسيه. فانت ما تكتفيش بعنوان الفيديو بس اللي انت تحطه، لا انا عايزه كمان تحط عناوين اضافيه في الوصف، دي هتساعدك بشكل كبير جدا. نيجي على الحاجه اللي بعدها بقى، وهي الكلمات المفتاحيه. هنيجي هنا كده هنكتب له اريد كلمات مفتاحيه رائجه لهذا الفيديو، واعمل بحث. طلع هنا بقى كل حاجة زي ما انت شايف كده متعلقة بزيادة المشاهدات. انت كمان في المحتوى بتاعك تقدر ان انت تطلع من خلاله على حسب بقى انت بتقدم ايه في المحتوى. انت ممكن مثلا تكون محتوى بتاعك محتوى تقني، انت المحتوى بتاعك مثلا محتوى جيمينج، انت المحتوى بتاعك محتوى طبخ، اي واحد في المحتوى بتاعه يقدر ان هو يستفاد باكبر افادة ممكنة من خلال الموقع ده. طلع هنا زيادة المشاهدات، زيادة مشتركين اليوتيوب، اسرار اليوتيوب، تسويق اليوتيوب، تحسين محركات بحث اليوتيوب، سيو اليوتيوب، كلمات مفتاحية لليوتيوب، نصائح اليوتيوب. عندك كلمات مفتاحية كتير جدا تقدر ان انت تاخد منهم اللي انت عايزه، وتقدر ان انت تحطه في العلامات، وكمان تحطه في الوصف بتاع الفيديو. يعني انا مش عايزك ان انت برضو تكتفي بالكلمات المفتاحية ان انت تحطها في العلامات بس، او في الجزء اللي هو بتاع العلامات او التاجز بس، لا انا عايزك كمان تاخد بعض الكلمات المفتاحية دي، عايزك كمان تحطها في الوصف، لان ده هيساعد بشكل كبير قوي على زيادة الاقتراح، لان اليوتيوب في الفترة الحالية بيعتمد على الوصف بشكل كبير جدا ان هو يقترحك بيه على الجمهور المستهدف لقناتك او الجمهور المهتم بمحتوى القناة.
القناة بتاعتك. فحاول ان انت تركز في اللي انا بقوله وتعمل اللي انا بقوله بالحرف الواحد، وحرفيا هتلاقي فرق كبير جدا على القناة. حتى لو ما حسيتش بالفرق ده على المدى القريب، لازم هتحس بيه على المدى البعيد. الموضوع كمان مش مقتصر على كده اطلاقا، الموضوع كمان انت ممكن تخلي الموقع ده يساعدك في ايجاد افكار للقناة بتاعتك، او ايجاد افكار للفيديوهات اللي انت عايز تعملها. اي واحد منشئ محتوى على اليوتيوب ايا من كان ايه هو المحتوى بتاعه، في فترة بتعدي عليه من الفترات لازم ان هو ما بيبقاش مثلا مجمع افكار، او بيبقى عنده نقص في الافكار اللي هو عايز ان هو يعملها، او مش بيعرف ان هو يجيب افكار للفيديوهات بتاعته، او مش بيبقى عارف فكرة الفيديو اللي جاي ايه. انت ممكن حرفيا على حسب المحتوى بتاع قناتك تدخل على الموقع ده وتقول له انا عايز فكرة تيجي نجرب مع بعضينا، تعال نجرب مع بعضينا. انا دلوقتي واحد مثلا القناة بتاعتي بتقدم الربح من اليوتيوب، هقول له هنا كده اريد بعض الافكار لقناة على اليوتيوب محتواها الربح من اليوتيوب، يعمل بحث. عملنا البحث هنا طلع لك كذا حاجة، بيقول لك لو المحتوى بتاعك محتوى تعليمي عندك هنا دروس خصوصية، شروحات تقنية، دروس لغة، دروس تطوير الذات. لو المحتوى بتاعك محتوى ترفيهي عندك هنا فيديوهات كوميدية وسكتشات ومقاطع مضحكة وتحديات وألعاب الفيديو ومقاطع قصيرة وفيديوهات موسيقية. جاب لك حرفيا كل حاجة بمجرد بس انت كتبت له كده حاجة واحدة، جاب لك كل حاجة انت ممكن ان انت تكون محتاجها. تعالى تنزل بقى تحت هنا كده، اداك هنا بقى شوية نصايح عشان تنجح قناتك على اليوتيوب، تحدد جمهورك، تقدم محتوى قيم ومميز، وتكون منتظم في النشر، وتتفاعل مع جمهورك، واستخدام الكلمات المفتاحية المناسبة، والترويج للقناة، واستخدام الإضاءة والصوت الجيدين. عندك هنا كيف تربح من اليوتيوب، وجاب لك كمان حاجات إضافية ازاي ان انا اربح من اليوتيوب، اعلانات جوجل ادسنس، الشراكات مع العلامات التجارية، بيع المنتجات الخاصة بك، برنامج شركاء يوتيوب. هو حرفيا جمع لك كده كل حاجة وجعتها لك. ممكن ان انت في خلال الحاجات دي او من خلال الحاجات دي ممكن ان انت تاخد منها افكار وتعمل منها فيديوهات على القناة بتاعتك على حسب المحتوى اللي انت بتقدمه. وعلى فكرة انت لو مش عاجبك اي حاجة من الحاجات اللي هو طلعها لك، عندك فوق هنا حاجة اسمها عرض المسودات، بيدي لك 3 مسودات. يعني انت لو مش عاجبك المسودة دي بتيجي بتضغط هنا كده بيطلع لك المسودة رقم 1 والمسودة رقم 2 والمسودة رقم 3. انا مش عاجبني اي حاجة من دي، تعال نخش على المسودة رقم 2 بيطلع لك برضو حاجات. تعال مش عاجبني المسودة رقم 2 خش على المسودة رقم 3 بيطلع لك برضو بعض الحاجات اللي انت تقدر ان انت تستخدمها. فهو هنا مش حكمك، هو هنا بيطلع لك حرفيا كل اللي عنده. خلينا دلوقتي نخرج خالص من محتوى الربح من اليوتيوب مثلا، ونيجي مثلا على قناة الطبخ. دلوقتي انا مثلا القناة بتاعتي قناة طبخ، انا ما عنديش فكرة مثلا انا بفكر فيها او عايزة اشوف افكار لفيديوهات تانية، اعمل ايه؟ تعالى هنا اريد فكرة فيديو لقناة طبخ. طلع لك برضو يا ست الكل هنا كل حاجة انت عاوزاها بخصوص الافكار بتاعة الفيديوهات، وصفات يومية سريعة، وجبات نباتية، وطبخ اقتصادي، طبخ دولي، حلويات منزلية، وجبات خفيفة وصحية، قدم افكار لوجبات خفيفة وصحية بين الوجبات الرئيسية، وصفات حلويات لذيذة، مطابخ مختلفة حول العالم، وقم بتحضير الاطباق الاصلية. يعني بيساعدك كمان او بيقول لك ان انت ممكن ان انت تشوف المحتويات التانية المنافسة اللي هي موجودة حول العالم، ولو تقدر ان انت تعمل منها او تاخد منها افكار فدي تبقى حاجة كويسة جدا. هنا دخلنا على الافكار المبتكرة، تحديات الطبخ، قصة وراء الوصفة، شارك قصة عن الاطباق التي تحضرها وكيف تعلمتها، طبخ غير تقليدي، طبخ مع الاطفال، طبخ بدون وصفة، مراجعة منتجات المطبخ. دخلك هنا بقى على افكار كمان السلاسل بتاعت الفيديوهات، ان انت ممكن تعمل سلسلة فيديوهات كاملة، سلسلة المواسم، سلسلة وصفات بلد معين، سلسلة وجبات صحية لمرض معين، سلسلة وجبات مناسبة للمناسبات. كل دي حاجات انت تقدر ان انت تاخد منها افكار، وتقدر كمان ان انت تعمل منها سلاسل فيديوهات بحيث ان انت تربط ما بين الفيديوهات بتاعتك، وتساعدك كمان في انشاء قوائم التشغيل بحيث ان انت تقعد المشاهد اكبر قدر في القناة عندك، بحيث ان هو دخل الفيديو يشده الفيديو اللي بعده، يدخل في الفيديو اللي بعده، يدخل في الفيديو اللي وراه، يدخل في الفيديو اللي وراه، وهكذا. بحيث ان انت دخلت المشاهد بمعنى اصح في القناة بتاعتك، خلاص هو كده قعد فيها يدخل من فيديو لفيديو لفيديو، وده هيساعدك بشكل كبير جدا ان انت اليوتيوب يقترحك. بمعنى اصح اليوتيوب بيحب المشاهد لما يقعد في قناة منشئ المحتوى اكبر في ممكنة، سواء يقعد في الفيديو ويعليله متوسط مدة المشاهدة، او يقعد في القناة عموما ان هو يشاهد لها اكبر عدد من الفيديوهات. وده اللي بيجهله طبعا عدد كبير جدا من منشئين المحتوى، خصوصا منشئين المحتوى اللي لسه مبتدئين على منصة اليوتيوب. طيب نتكلم بقى في الحاجة الاخيرة، انت دلوقتي واحد مثلا عايز تعمل فيديو على اليوتيوب. اي واحد بيعمل فيديو على اليوتيوب او اي قناة عموما بتيجي بتعمل فيديو على اليوتيوب لازم بتعمل له مقدمة. في مقدمة انت لازم تجذب بيها المشاهد بحيث ان هو يقعد اطول فترة ممكنة في الفيديو.
الكتب، لان المقدمة او اول 30 ثانية زي ما قلت قبل كده عليها عامل كبير جدا في بقاء المشاهد وتعلية متوسط مدة المشاهدة عندك. فانت دلوقتي مش عارف مثلا ان انت تجيب مقدمة او محتار في مقدمة الفيديو بتاعك، هتعمل ايه؟ هتكتب له هنا كده اريد مقدمة جذابة لفيديو على اليوتيوب يتحدث عن، هنقول مثلا عن زيادة المشاهدات، حاجة في المحتوى بتاعي مثلا. جاب لك هنا بقى انواع المقدمات اللي انت تقدر ان انت تبدأ بيها الفيديو بتاعك: المباشرة والمحددة، المثيرة للاهتمام، الموجهة للمبتدئين، المشوقة، الاستفزازية ولكن بحذر. هنا هو حتى حاطط لك ايه؟ حاطط لك كلمة بحذر بين قوسين. هل تعتقد ان زيادة المشاهدات على يوتيوب امر صعب؟ فكر مرة اخرى، في هذا الفيديو ساكشف لك عن حقيقة صادمة حول زيادة المشاهدات. انت كده استفزيت المشاهد وهتخلي المشاهد حرفيا ان هو ممكن يقعد لاخر الفيديو معاك عشان عايز يعرف ايه الحاجة او ايه العامل اللي هو يساعد على زيادة المشاهدات. نفس الكلام في المحتوى بتاعك، ايا من كان المحتوى بتاعك ايه، تقدر انك تستخدم الموقع ده وتستفاد منه باكبر استفادة ممكنة. تعالى ننزل تحت: الوضوح والاختصار، الجاذبية، الوعد بالحل، ان انت توعد المشاهد ان انت هتلاقي له الحل او هتطرح له المشكلة وهتطرح له كمان حلها، زي ما انا بعمل هنا كده في القناة. يعني لما باجي مثلا بطلع اطرح مشكلة او اشرح مشكلة، انا بديك كمان في الاخر حلها، يعني انا مش بسيبك كده وامشي خلاص، لا بدي لك كمان الحل بتاعها، وهو ده اللي بيقوله هنا. واعطيك كمان نصائح إضافية، ان انت تكون متحمس، استخدم مؤثرات صوتية وبصرية، اختم المقدمة بطريقة قوية، واستخدم لغة جسد إيجابية. يعني انت حرفيا لو قعدت ان انت تقرأ كل الكلام ده، انت حرفيا انت مش هتطور من قناتك بس، لا انت هتطور كمان من اسلوبك، وهتطور من طريقة تقديمك، وهتطور من المقدمات بتاعتك في الفيديو، بحيث ان انت تخلي المشاهد معاك في القناة ويقدر ان هو يقعد معاك اكبر فترة ممكنة، وكمان كمان يحب القناة بتاعتك. لان المشاهد لو حب القناة بتاعتك هو حرفيا هيفضل متابعك مدى الحياة، سواء انت نزلت فيديو او ما نزلتش فيديو. اول حاجة هتيجي في باله لما يكون مثلا هو مهتم بالمحتوى بتاعك، اول حد هيجي في باله مثلا في البحث عن المشكلة، في مشكلة مثلا معينة مثلا في المحتوى بتاعي، لو في حد مهتم بالمحتوى بتاعي وهو وقع في مشكلة، هو مش هيدور اصلا على اي حد، هو يدخل على قناة هشام نوفل هيشوف القناة دي متكلمة عن المشكلة دي ولا لا. لو انت مثلا القناة بتاعتك قناة طبخ، لو انت عاملة وصفة معينة وليك جمهور، والجمهور حابب طريقتك وحابب اسلوبك وحابب طريقة تقديمك وطريقة تصويرك ووصفاتك، هي الست مش هتتعب اساسا، هي هتدخل على القناة بتاعتك هتشوفك انت عاملة الوصفة دي ولا لا، حبب الجمهور فيك وحبب الناس فيك، لان ده حرفيا هيفرق معاك بشكل كويس جدا. وفي الختام، الموقع ده لو انت قدرت انك تستغله باكبر استغلال وبشكل صح، حرفيا هتنقل قناتك في حتة تانية خالص. بس اتبع الحاجات اللي انا قلت لك عليها، وحاول في نفس الوقت الحاجات اللي يطلعها لك حاول ان انت تقراها، لان انت هتستفاد منها سواء في قناتك او كمان في افكار فيديوهاتك. لو عندك بقى استفسار، عندك اي سؤال، اكتب لي تحت في الكومنتات وارد عليك. لايك وشيرك سبسكرايبك، واي لينك التواصل الاجتماعي الخاص بيا للتواصل معايا هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. اشوفكم فيديو الجاي، سلام.